استعرضنا مع حضراتكم اخبار كتيره حصلت امبارح، دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده. منها ان النهارده اخر يوم في تنسيق المرحله الاولى للقبول بالجامعات وتسجيل الرغبات، وده مستمر لغايه الساعه 7 بالليل. النهارده ايضا مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه هينظم ملتقى حول فقه مستجدات الاستثمار والاقتصاد. ده غير ايضا النهارده في ماتش مهم جدا للزمالك والاسماعيلي في بطوله كاس مصر. خلينا نشوف. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة آخر يوم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات، ويستمر تسجيل الرغبات للطلاب بجميع الشعب لحد الساعة 7 بالليل النهاردة. كمان النهاردة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية هينظم الملتقى الفقهي الثاني بعنوان فقه الاستثمار والاقتصاد، وده هيكون الساعة 2 الظهر. الملتقى هيركز على منهجية صناعة الفتوى في قضايا الاستثمار والمستجدات الاقتصادية. النهاردة قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الأداب جامعة عين شمس هيطلق مهرجان الإنتاج الإعلامي لعرض مشاريع تخرج طلاب القسم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة بالجامعة. الفعاليات هتتضمن عرض 30 مشروع تخرج في مجالات الإذاعة والتلفزيون والصحافة والعلاقات العامة. كمان النهاردة جامعة القاهرة هتفتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد، وهيستمر تلقي الطلبات لحد يوم 15 سبتمبر اللي جاي. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة مهمة في دور ال 16 من منافسات كأس مصر، هيلتقي فيها الإسماعيلي مع الزمالك الساعة 8 بالليل.